أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم، والبداية مع عبرة العناوين. مجلس الأمن يطالب بتحقيق فوري في مجزرة ريف دمشق، وفرنسا مع استخدام القوة إذا ثبت استعمال الكيماوي. مجزرة القصف الكيماوي في الغوطتين تتيح بالسكان والمصابون مشاريع موتى. الديلي تيليغراف: صدقية أوباما الضحية التالية للخطوط الحمر حول الأسد. أهلا بكم. تمخض الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي ليلا عن اتفاق ملتبس للدول الأعضاء حيال مجزرة النظام في غوطتي دمشق، والتي راح ضحيتها أكثر من 1200 مدني. ويدعو قرار المجلس إلى وجوب كشف حقيقة ما حصل، مطالبا بالتحقيق في ظل ما سماه نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون تأكيدات في شأن استخدام أسلحة كيماوية. أقصى ما استطاعه مجلس الأمن الدولي الاتفاق على الحاجة للتحقيق الفوري والمحايد ووجوب كشف الحقيقة في شأن اتهامات المعارضة السورية لقوات النظام بقتل مئات المدنيين في ريف دمشق في هجوم بأسلحة كيماوية. نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون رأى لا تأكيدات في شأن حقيقة ما حصل باستخدام الأسلحة الكيماوية. وبعد مطالبة أعضاء في مجلس الأمن بأن يحقق الخبراء الدوليون الموجودون في دمشق بالحادث، تشددت فرنسا عبر وزير خارجيتها لوران فابيوس الذي طالب بوجوب اتخاذ خطوات تنفيذية. يجب استخدام القوة ضد النظام السوري إذا ثبت استخدامه للسلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية، وفي حال لم يستطع مجلس الأمن اتخاذ قرارات فسنتخذ قرارات بطرق أخرى. واشنطن دعت الأمم المتحدة إلى تحقيق سريع في استخدام أسلحة كيماوية فتاكة من قوات الحكومة السورية، وطالب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست دمشق بالسماح لفريق الأمم المتحدة الموجود لديها بالوصول فورا وبلا قيد إلى موقع الهجوم. بدورها أعربت إستراليا عن رغبتها في تحقيق الفريق الدولي في عدد قتلى الحادث وما إذا كان حقا استخدمت أسلحة كيماوية فيه. أما المعارضة السورية فجددت اتهام النظام بقتل مئات المدنيين في غوطتي العاصمة بقصفهم بأسلحة كيماوية، وطالب المتحدث باسم الائتلاف الوطني خالد صالح الأمم المتحدة بالتحقيق السريع في الحادث. وفي واشنطن تظاهر عشرات السوريين أمام البيت الأبيض رافعين أعلام المعارضة وصور الضحايا قبل أن يقفوا دقيقة صمت حدادا. وفي المقابل اعتبر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أن الحكومة السورية لا يمكن أن تكون مسؤولة عن هجوم محتمل بأسلحة كيماوية في ضواحي دمشق، وأضاف أنه إذا صح استخدام أسلحة كيماوية فمن المؤكد أن جماعات إرهابية نفذت الهجوم. أما النظام فرأى أن الاتهامات باستخدام الكيماوي سخيفة من ضمن حملة كاذبة ضد سوريا تتزامن مع بدء عمل لجنة التحقيق الدولي. التي ننقلها مباشرة لنقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري، يتم نقله الآن إذن إلى مكان إقامته الجبرية في مستشفى المعادي العسكري. وكانت قد جرى تداول معلومات حول الموقع الذي سيتم نقله إليه، هل هو سيتم نقله إلى منزله في شرم الشيخ أم إلى المستشفى العسكري؟ يبدو أن القرار اتخذ بنقله إلى مستشفى المعادي العسكري. إذن نقله من السجن إلى مكان الإقامة الجبرية. وقد شكلت هذه الخطوة حديثا وجدلا واسعا في الصحافة المصرية وكذلك في الشارع المصري، لما لهذه الخطوة من أهمية خاصة بعد هذه الفترة التي تم فيها سجن الرئيس السابق حسني مبارك. بالعودة إلى الموضوع السوري، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول عضو المجلس والائتلاف الوطني السوري عبد الأحد صيفو. سيد عبد الأحد، يعني ما هي ردود الفعل بالنسبة لما حصل في ريف دمشق وبالنسبة لهذه المجزرة التي حصلت، وكيف سيتم التعاطي من قبلكم مع المواقف إن كان على مستوى المواقف الدولية أم على مستوى المواقف الداخلية السورية؟ الحقيقة أمام فظاعة هول المجازر التي حدثت البارحة 21 آب، والتي سيعتبر لا شك يوما حاسما في تاريخ الثورة السورية،
طبعا نحن لم نتوقع من المجتمع الدولي اكثر من كعادته بيانات الاستكاء والادانه والشيء، ونحن لم يفاجئنا ايضا البيان الصحفي الحقيقه الذي صدر البارحه من الامم المتحده. هذه كل الامور كنا نتوقعها، برغم كما ذكرت ان النظام في بمجازر البارحه يعني اعتقد تجاوز كل الخطوط التي رسمها ويرسمونها، الخطوط الوهميه طبعا تحت اداره اوباما. يعني الهدف لم يكن فقط هدف القتل، انما كان هدف الحقيقه للاباده. بعد ان استخدم النظام نظام بشار الكيميائي جميع وسائل السكوت والقنابل والى اخره من العمليات، يلجا الان الى 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 استعمال وبشكل وبحجم كبير. يعني يذكر فقط ان عمليات القصف بالاسلحه الكيميائيه تمت على اكثر من 8 مواقع، يعني فهذا يكفي لكشف ايضا هويه من قام بهذه العمليات. نحن طبعا تابعنا المواقف والتصريحات التي ظهرت ان كان على الصعيد العربي وان كان على الصعيد الدولي، وكما قلت يعني ان الامور اصبحت الحقيقه تتجاوز كل قوانين الشرعيه الدوليه اذا كان هناك شرعيه دوليه. السيد عبد الاحد الصيف عضو المجلس والائتلاف الوطني السوري من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. تتابعونا في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل. قوات الأسد تصاعد عملياتها العسكرية في ريف العاصمة، والحر يسيطر على قرى إضافية في ريف حلب. أهلا بكم من جديد. سقط أكثر من 30 قتيلا اليوم بنيران كتائب الأسد التي صعدت عملياتها العسكرية في ريف العاصمة، فيما سيطر الجيش الحر على عدد من القرى في ريف حلب بعد مواجهات ضارية. الله أكبر. بعد جريمة العصر في الغوطة بريف دمشق، كثفت كتائب الأسد قصفها المناطق المحاذية بخاصة زملكة والمعظمية وعربين وخان الشيح ويبرد والزبداني والمليحة وجوبر. المعارضة اعتبرت أن القصف الوحشي لهذه المناطق جاء للحؤول دون زيارة المفتشين الدوليين إلى الغوطة ولمواصلة الضغط على المنطقة المحاصرة. في الريف أيضا سجلت مواجهات على جبهة السيدة زينب بين كتائب الأسد المدعومة بعناصر من حزب الله وبين الجيش الحر. وليس بعيدا من الريف قصف الجيش الأسدي عشوائيا أحياء التجارة والقصور والعدوى وسط العاصمة، حيث انهالت القذائف أيضا على حي برزة وهز انفجاران الجهة الشرقية، فيما دارت مواجهات عنيفة في محيط مخيم اليرموك. وذكرت معلومات عن تدمير حاجز طعمي الموجود بين حي القابون ومدينة زملكة، وذلك بعد اشتباكات عنيفة. القصف الهمجي تجدد على حمص، فانهالت القذائف على الدار الكبيرة وقلعة الحصن ويبرد والحولة وبساتين تدمر والرستن والغنطو. جبهة الجنوب بدورها شهدت قصفا وحشيا تركز على نوى ومدينة الحارة وطريق السد وإنخل وجاسم وبصر الحرير، ودارت مواجهات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في درع البلد. أما في دير الزور فتجددت الاشتباكات في حي الموظفين في وقت أغار الطيران الحربي على الحميدية والعرضي والحويقة. عصابات الأسد صعدت وتيرة القصف على المناطق المحررة في حلب وريفها، ودارت مواجهات في محيط مطار الكويرس العسكري والصاخور ودير حافر، وتمكن الجيش الحر من تحرير بلدات عدة في منطقة السفيرة. وفيما أغار طيران النظام على مدينة أريحة في إدلب، تجدد القصف المدفعي على قرى عدة في ريف حماة. رأت الصحف الغربية أن المجزرة ليست في مصلحة النظام السوري نظرا لتزامنها مع انطلاق مهمة المراقبين الدوليين. تحت عنوان نظام الأسد لا يخاف من رد فعل الغرب، تساءل الكاتب بيتر بيموند في صحيفة الجارديان عن سبب استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيميائي بعد أيام على وصول الفريق الدولي إلى سوريا. وأشار بيموند إلى أن هناك تفسيرا محتملا، ألا وهو أن القوات النظامية التي استطاعت إحراز عددا من الانتصارات في الأونة الأخيرة كانت تحفي بهذه الإنجازات بهذه الطريقة. وأكد الكاتب أن الغوطة لطالما كانت مشكلة لا تنتهي بالنسبة للنظام السوري،
نظرا لقربها من دمشق ومقاومتها الجيش السوري ومساندتها للمعارضة، وهو ما قد يكون شجع على اتخاذ خطوات مبالغ فيها، لافتا إلى أن صمت المجتمع الدولي حول الانقلاب في مصر والتوتر في تونس وازدياد حالة عدم الاستقرار في ليبيا لربما شجع الجيش السوري على استخدام الأسلحة الكيميائية. ومن جهة أخرى كتبت صحيفة الديلي تيليغراف أن التحذيرات التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما كانت واضحة للغاية، إذ أنه أكد منذ عام تقريبا أنه في حال استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية فإنه بذلك يكون قد تجاوز الخطوط الحمر وأنه سيكون هناك إعادة للحسابات في المنطقة. وأكدت الصحيفة أنه في حال أثبتت التقارير الأخيرة صحة استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية فإنه بذلك يكون بلا شك قد تجاوز الخطوط الحمر أو تجاهلها تماما، متحديا عدوه بفعل الأسوأ، وتكون بذلك صدقية أوباما الضحية التالية. كتب طارق الحميد في صحيفة الشرق الأوسط أنه لولا تخبط السياسات الأمريكية في المنطقة وآخرها في مصر لما كان بشار الأسد سيجرؤ على مواصلة ارتكاب جرائمه. وأشار الكاتب أن الأسد فهم جيدا من موقف إدارة أوباما بالأزمة المصرية أن في إمكانه الهروب للأمام، فموقف واشنطن من مصر يظهر أحد الأمرين، فإما أن واشنطن تريد الهروب من استحقاقات الأزمة السورية بالملف المصري، أو أنها لا تمتلك أصلا رؤية لسبب التعامل مع ما يحدث وعاجزة عن اتخاذ موقف استراتيجي حيال الانهيار الوشيك في المنطقة. تتابعونا في النشرة بعد الفاصل. يوميات الصمود في مواجهات ريف أريحة بإدلب. أهلا بكم من جديد. من يوميات الواقع الميداني في سوريا، مواجهات بلدات ريف أريحة في إدلب تحاكي الصمود والقتال بما تيسر بصحبة الإيمان بالقضية العادلة أمام عدو مدجج. على عجل يحمل سكان كورين في ريف إدلب ما استطاعوا من أمتعتهم ويغادرون مسرعين. في شوارع البلدة لا ترى إلا فراغا ودمار، وكأن زلزالا أو بركانا نبئ به السكان فحاولوا النجاة بحياتهم. ليس إلا بركان بطش جيش الأسد يصيب الشجر والحجر والبشر. قمنا مع الأخ المصور بجولة في أرجاء هذا المسجد المبارك الطاهر، واستعرضنا النوافذ التي دمرت والخراب الذي لحق بالمسجد من جراء الحملة الهمجية بالبراميل المتفجرة على حيطان هذا المسجد وعلى جواره، وقد نزل بالجهة الغربية الشمالية برميل وبالجهة الجنوبية الشرقية برميل، فدمر المنازل وطال هذا المسجد الدمار والتخريب من تكسير للزجاج وعبث في أساسه وإلى غير ذلك. كان السكان يتلقفون أخبار تقدم جيش الأسد في قرية كفر نجد المجاورة التي دخلها بعد يومين من المعارك الطاحنة. تراجع بعدها الجيش الحر فلم يستطع أن يحول بين آلة الأسد القاتلة وبين سكانها لترتكب مذبحة بحق أهلها قد تعجز كل لغات العالم أمام وصفها. أكثر من 30 شخصا قتلوا ثم حرقت جثامينهم ومن بينهم أطفال. برمي لهم الله أكبر الله أكبر. الطيران المروحة يلقي براميل متفجرة على بلدة كورين بريف إدلب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في هذه الأثناء كانت مدفعية جيش الأسد ومروحياته تقذف بحمم موتها على البلدات المجاورة، فيما بدا حاجة لإحراز نصر ولو معنوي بعد انتكاسات كثيرة مني بها جند الأسد في إدلب. أما كفر نجد فلم يلبثوا فيها إلا أياما ثلاثة أجبرتهم مناوشات الجيش الحر على التراجع إلى ثكناتهم بعدها. تركوها لتلملم جراحها تحاول اكتشاف جثث شبابها التي شوهت حرقا، فيما لم يكن ثمة وقت لتفقد البيوت المدمرة أو التي نهبها جند الأسد. في الختام تذكير بالعناوين. مجلس الأمن يطالب بتحقيق فوري في مجزرة ريف دمشق وفرنسا مع استخدام القوة إذا ثبت استعمال الكيماوي. مجزرة القصف بالكيماوي في الغوطتين تتيح بالسكان والمصابون مشاريع موتى. الديلي تيليغراف صدقية أوباما الضحية التالية للخطوط الحمر حول الأسد. أشكر متابعتكم هذه النشرة وإلى اللقاء.